السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هاد العواشر. فيديو اليوم اللي بغيت نشارك معكم هاد القنيطات هادوما ديال فريتوت سيكوت او فواكه جافه اللي كيجيو مزيونين بزاف من معسلات رمضان. دابا رمضان على الابواب ان شاء الله يا ربي، ويدخل عليكم الصحه والهنا يا ربي. قلت نشارك معكم هاد القنيطات هادوما صراحه اللي كيجيو مزيونين بزاف. الناس اللي يدخلوا عندي جدادين القناه ديالي، كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، ولا باقي ما اشتركتوش اشتركوا باش يوصلكم فيديوهات جدادين. ودابا ندوزو المقادير والطريقه ان شاء الله. هنا فريتو سيكوت وما هادو اللي غنستعمل انا. هنا عندي البندق وعندي اللوز محمر، بغيت تقليوه في الزيت او نعملوها في الفرن من بعد ما كنسلقوها في الماء. هنا عندي البيستاج وعندي الكركاع. هنا ما بغيتي انا نكثر بزاف من الكركاع، من تعي شويه. اي نوع ديال فريتو سيكوت يكونوا عندكم كتستعملوهم، كتزيدوا اكاجو، المهم اي نوع اللي يكون عندكم كتستعملوه. هنا عندي كراميل اللي عنجمع به هاد فريتو سيكوت، حيت انا ما غنطحنهمش بزاف، غنطحنهم غير شويه، ما نخليهم هرمشي. وعندي هنايا الورقه هذه اللي شيتها من ميركادونا، هي اللي غنستعمل انا دابا مع هاد القنينطات. ودابا غندوز نطحن هادوما ونرجع معكم. المهم هنايا اللوز واكاجو غنطحنو في باتيدورا، ولكن بيستاج ما غنطحنوش في باتيدورا، بيستاج غنهرسو عيب بالموس بيدي، ما غنطحنوش حيت باتيدورا كطحنو مزيان، انا ما غنطحنوش. والكركاع كذلك حتى هو غنهرسو بالموس عيب يدي بهذا الشكل هذا هيدا. واللوزيه اللوز واكاجو غنطحنو بالماكينه. المهم انا غنطحن كلشي ونرجع معكم. صافي هنايا رجعت معكم من بعد ما طحنت ديك الفواكه الجافه ديالي، ديك الاكاجو واللوز بحال اللي قلت لكم، طحنتو باتيدورا مهرمشين، والبيستاج والكركاع هرستو معي بواحد الموس. ودابا غندوز نخلط الخليط ديالي. هنايا غنكوب كلشي مع بعضيتو. بالنسبه باش نجمع، انا نجمع بكراميل، واللي ما عندوش كراميل متوفر في الدار تقدر تجمعو عيب عيب العسل، حتى هي تقدروا تجمعوا بها هاد الخليط ديالكم. صافي هنايا غنعمل واحد شويه ديال السكر كلاصي، غنخلط كلشي مع بعضيتو، ومن بعد نعمل معلقه ديال الفاني، معلقه صغيره ديال الفاني. وهنا نضيف ديك الكراميل، غنجمعو عاوت بيدي هيدا باش الخليط ديالنا كيتجمع مزيان وكيدخل ديك الكراميل كامل بديك فريتو سيكوت. بحال اللي قلت لكم، اللي ما عندوش هاد الكراميل مواجد كتعملوا العسل. صافي غندخل ديك المكونات كامله مزيان بباطيطا. وهنا من بعد ما جمعت ديك الخليط ديالي، هنا عندي الزبده مذوبه وعندي الطحين والماء اللي خلطته مع بعضيتهم، والورقه ديالي هي هادي. صافي هنايا طلقت الورقه اللي غنقسم على جوج، غنستعمل عين نص واحد، ما غنستعملهاش كامله. صافي هنا نقسم على جوج والنص اخر غنحيدو، حيت انا عملت غير كميه صغيره، يعني ما استعملتها شي كامله. هنا الورقه عند هنا بالزبده مزيان، حيت الورقه هذه كتجي ناشفه ضروري دهنوها بالزبده. هنا من بعد ما دهنت الورقه ديالي بالزبده، هنا صافي غندلوي في القنينطات. هنا غنعمل ديك الحشوه، هنا غنعمل انا القنينطات ديالي، غنعملو مرقاقين، ما نعملش ديك القنينطات اللي كيجيو ديال اللوز اللي كيجيو غلاطين وقصارين، هادو كيجيو رقاقين وطوالي.
صافي عم نجمع ديك الحشوة هيدا باش كنرققها. وهنا صافي عم قلوبي فيهم بالورقة مزيان وانا كنجمع. صافي هنا كنجمع وانا كنزير يدي باش كيجوني القنينطاس ديالي رقاقين ومزيرين كيجيو شي مرخوفين. ومن بعد نلصقهم بالطحين والماء. هنايا صافي ساليت القنينطات اللي عندي كاملين. انا عملتي واحد الكميه صغيره ما عملتي الكميه كبيره. هنا ندخلهم فران على 180 درجه ديال الحراره من تحت ومن فوق حتى كتحمى الورقه ديالنا وكنخرجوها. حليقتكم على حسب الا بغيتو نتوما كميه كبيره كتكثروا من فواكه جافه. انا عملتي واحد الكميه صغيره. هنا صافي دخلت خرجت من الفران كما كتشوفوا الورقه تحمرت. هنا دوبت العسل باش نعملو من العسل بهذه الطريقه هذه عين من فوقي ما نغطسهمش مزيان في العسل. نشبوا واحد معلقه عين من فوقي هيدا. هنا كنت طحنت انا البيستاج والبندق مع بعضيتهم طحنتهم مزيان لي باش نزين بهم زمان التزيين اللي بغيتو نتوما كتزينوه باش ما بغيتو نتوما. هنا غنعمل لهم هيدا الرويس ديالهم هيدا بيستاج وديك البندق. ملي غنعملو في بلاطو غنرش شويه ديال بيستاج من فوقي ونتبان تزيين بحال لي قلتكم كاختيار كل واحد يزين باش ما بغا. هنا صافي هنا ساليت الكميه اللي عندي. انا هرست معكم وحده كيجيو غزالين الصراحه من متعه سلات رمضان كيجيو فنين. كنتمنى فيديو يكون عجبكم. عجبتكم الطريقه كامله وتكون واضحه. ما تنساوش اللايك ولا عجبكم فيديو كتبوا لي كومونتاريوس شي كلمه في حقي مزيونه. استنوني فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.